ورجعنا لكم بعد التقرير مع ضيفتنا المميزة دكتورة هبة جلال، أخصائية التغذية العلاجية ونحت الجسم. دكتور هبة جلال النهاردة هتبين لنا كل المشاكل اللي معظم البنات بتشتكي منها، إن كان بقى سيلولايت أو ستريتش مارك أو دهون موضعية. عايزين نرحب بضيفتنا المميزة. ازيك يا دكتور؟ ازيك ميرا، عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. زي ما أنت شايفة كده يا دكتور في التقرير، أنا حاولت إن أنا أجيب معظم البنات ومعظم مختلف الأعمار، معظم الأجسام يعني ومختلف الأوزان، عشان نتكلم عن كل حاجة النهاردة، والبنات مش بس إنها تسمع إنها تشوف. النهاردة بس أنا عايزة أسأل حضرتك أول سؤال، هو السيلولايت دي أكتر مشكلة بتضايق البنات، وخصوصا حتى بالي التقرير كله بيشتكي من السيلولايت، وخصوصا قبل الجواز. بقى تيجي البنت تقول لحضرتك أنا عايزة أعالج موضوع السيلولايت ده، أنا داخلة على جواز في فترة قياسية بالظبط كده، وعايزة أنجز بحيث إن أنا خلاص أتجوز ما يبقاش عندي سيلولايت. عايزين نعرف هو أصلا أسباب السيلولايت ده إيه؟ فيبروزز، تليف، ما بنشربش ميه خالص، بناكل مقليات كتير، ما بنعملش ستريتشنج اكسرسايزز. البيشنت دايما بيجي يقول انا بلعب رياضه والسيليولايت ما بيخفش، لانه نوع الرياضه المطلوب للسيليولايت تمارين اطاله العضلات. هو بيجي لكل الاعمار ولا ليه سن معين؟ الأعمار لا لا لا، الاعراض ملهاش سن. الاعراض اللي بتيجي نتيجه اكل غلط او ما فيش رياضه ملهاش عمر معين. السيليولايت بس ممكن يبتدي في مرحلة التينيجينج أو المراهقة دي، بديمبلز بسيطة أو درجات قليلة ومحدش يهتم بيه، فيبتدي يزيد بقى، يزيد في العشرينات، يزيد في الثلاثينات، لغاية ما يبقى طول الـ يعني مساحته أكبر. طب يا دكتور، لما البيشنت مثلا بيجيلك وعندها مثلا سيليولايت، في مثلا حالات مختلفة يعني السيلولايت ده في منه درجات في ولا كلهم كلهم شبه بعض؟ ده حقيقي، ده حقيقي. طب احنا نحب بس نشوف صورة معانا للسيلولايت بحيث ان احنا الناس تشوف، ونشرح بعد كده طرق العلاج وكل ده. اتفضل نشوف الصورة يا جماعة. ده كده سيلولايت، صح كده يا دكتور؟ ده كده سيلولايت، ده كده سيلولايت بقاله فترة طويلة، سنين مش شهور. تمام. وعمر البيشنت خمسينات ومفيش شرب مية، وفي واضح من الصوره انه في دهون كتير. لكن ما فيش بنت صغيره ممكن يبقى عندها نفس المشكله عشرينات ثلاثينات؟ المفروض انه يبقى اقل. ممكن تبقى اقل مفروض. طب سي مثلا يا دكتور، لو واحده عندها مثلا عشرينات ثلاثينات وحبت مثلا تيجي تعالج الموضوع ده مثلا قبل الجواز، ان دي اكتر معظم الاسئله اللي سالوها لي على البيج، عشان كده انا حبيت ان احنا نشوف الصور ونسال حضرتك. لو احنا اعتبرنا ان الشكل ده كتير او من متوسط لكتير، الشكل ده ممكن يتعالج مثلا في 3 مرات او في زيارتين، حسب بقى المشكله ايه بنختار نوع الجهاز. تمام. طيب ممكن نشوف صوره تانية معانا للسيلوليت. بصي، طب ده مشكله ايه دي يا دكتور؟ دي برضو ستريتش ماركس. على ما تطلع صوره السيلوليت انا هشرح لك حاجه في الجريدز. تمام. جريد زيرو انت ما بتشوفيش سيلوليت خالص حتى لو احنا عملنا سكويز للمكان، يعني ضغطتي عليه بايدك. جريد 1 احنا عاده بنشوف في وحضرتك واقفه بس ممكن ديمبلز او تعرجات بسيطه في الجلد. ممكن بدايه من جريد 2 يبقى وانت واقفه وانت نايمه او انت رافعه رجلك. جريد 3 هيزيد، 4 هيزيد، لغايه ما نوصل لمرحله ديمبلز. ديمبلز يعني زي النغزات بتاعه الضحكه. تمام. دي بقى تعتبر اعلى الدرجات، وبتتشاف واحنا واقفين واحنا نايمين واحنا قاعدين، اي بوزيشن انت شايفه السيلوليت فيه، ده سيلوليت بقى صعب. يعني اخر مرحله دي ممكن وهي قاعده وهي واقفه وهي ماشيه بيبان حتى من اللبس كده، بلاقي ناس بتكون لابسه لبس كده بيبقى فيها مشاكل كده صغيره. طيب انا هقول لحضرتك برضو حاجه تاني، لو في بيشنت قررت انها تعالج الموضوع ده قبل فرحها، دي بقى مشكلة أزلية. احنا بنيجي قبل الفرح بشهر عايزين نحل كل حاجة. فيفضل ان احنا نسيب دايما 2 أو 3 شهور نتبع فيها الجلسات او الاجراءات او الرياضة اللي هناخدها او نظام الدايت بلان اللي هنحطه علشان نقدر نحسن من شكل السيلوليت، ناخد وقتنا ناخد نتيجة كويسة. طب يا دكتور، احنا قلنا دلوقتي اسبابها وانواعها وامتى البيشنت تيجي لحضرتك، احنا عايزين نعرف طرق علاج السيلوليت. طيب اول حاجه نشرب ميه لا يقل عن 8 ل 12 كوبايه. دي مشكله كبيره جدا في الشتاء، يعني بصي ما بنشربش ميه اصلا كله، والشاي والقهوه بالنسكافيه الحاجات دي لا تغني عن شرب الميه. تمام. الميه، الاكل يبقى ما فيهوش مقليات، ما فيهوش دهون كتير، ما فيش اكل مسبك، ما يبقاش تقيل خالص. التالته بقى دايما بيبقى بنختار نوع جهاز مناسب او تقنيه جديده تنفع لحل الفايبروزز او السيلوليت، لان هو يعتبر مينلي تليفات. في تكنولوجيز كتير جدا
ايه بقى التكنولوجيز كتير يا دكتور؟ طيب ممكن نستخدم راديو فريكونسي. تمام. دي هيت انرجي بتوصل بفريكونسيز للجلد. انا شفتها قبل كده تقريبا كده. مظبوط مظبوط. بتوصل حراره فتحفز الكولاجين. عادة الساشنز دي بتبقى وانس بير ويك مثلا توايس بالكتير قوي لو البيشنت دي مستعجله. ممكن كمان هايفو الهاي انتنسيف فوكست الترا ساوند اللي هو الموجات الصوتيه عاليه الكثافه. الهايفو ينفع للجسم برده؟ الهايفو ينفع للجسم مش للفيس بس يعني؟ طبعا. طبعا للوش والرقبه وينفع للسليليت وينفع نشد بيه ترهلات الجسم. هو الفانكشن او وظيفته في السليليت ان احنا نكسر الفايبروزز التليفات اللي بتبقى عامله الديمبلز دي، بتبقى عامله النغزات اللي في زي شبه اللي في الخد. لانه هي بتبقى متحجره جدا ناشفه جدا وفي بعض البيشنتس بتبقى بتوجعهم. بس الهايفو مختلف شويه عن الراديو فريكوانسي انه اعمق في الطبقات، نتيجته بتحتاج وقت اكتر. يعني انت عملتي سيشن مثلا النهارده هنشوف ريزلت اند ريزلت نتيجه نهائيه بعد شهر ونص. ممكن اون سبوت كده نشوف 10 او 20%. طيب بتحتاج كذا جلسه، هتحتاج حاجه كذا جلسه. لو السليولايت نفس الشكل حضرتك شفتيه في الصوره. تمام. بفاتس كتير او الحجم محتاج يخس شويه. ممكن نتبع تقنيه تانية خالص ودي تعتبر احدث حاجه. اسمها سونيكيشن. سونيكيشن دي برضو موجات صوتيه. بس الريزلت بتاعتها بتبان واحنا موجودين. لكن الهايفو محدش يجي يعمل هايفو ويقول لك انا ما شفتش اي حاجه. لا مش اون سبوت كده، لا لازم بناخد وقت لان هو بيبني. هو الهايفو علاج. هو بيبني. تمام. طب يا دكتور ايه الصوره اللي معانا دي؟ تقريبا دهون موضعيه ولا دهون موضعيه؟ دهون موضعيه. بيشنت مثلا جات لك عندها دهون موضعيه، المفروض ايه الستبس اللي احنا بنتبعها مثلا؟ بصي البيشنت دي اكتر بيشنت ملتزمه. هي تقريبا عامله عمليه ولا انا شفتها؟ لا اللي انت شايفاها دي حسنه تقريبا. وفي سيرش ماركس فوق شويه بانت اكتر لما بطنها خست، فبقى في فوق على اليمين كده. بصي البيشنت دي التزمت 8 شهور تقريبا او 9 شهور دايت بلان. عملنا سيشنز. البيشنت دي كانت قديمه شويه، كان وقتها التكنولوجي احدث حاجه التجميد اللي هو الكرايو. عملنا سيشن كرايو كل شهر مره. عملنا هايفو طبعا عشان الترهلات. بس انا دايما بحب اعرض الصوره دي عشان اشرح حاجه. البيشنت اكسبكتيشنز، يعني توقع البيشنت للنتيجه بنسبه قد ايه. لو تاخدي بالك هي في الافتر هي مش بيرفكت، هو لسه في جلد من تحت، بس هي راضية جدا بالنتيجة. دي لانه الشكل اختلف تماما من غير ما تضطر تلجأ لطرق تانية. ممكن كل واحد على حسب حالته بيلاقي بالزبط. النتيجة بالظبط. في ناس تيجي مثلا حالتها كده، لا انا عايزة فلات. عايزة فلات كده. وطبعا كانت بتلعب رياضة. ده ستريتش مارك. ده ستريتش ماركس و بعد الولادة ده صح؟ مظبوط. دي ولادات كتير. و الصورة متقسمة 1 2 3 عشان نشرح المدة بتاعت التريتمنت سيشنز. الجلسات طبعا 1 دي بي 4. تاني صوره دي كانت تقريبا بعد 3 اسابيع او شهر. تمام. تالت صوره دي برده تقريبا بعد شهر. هي ما نقدرش نقول انها اختفت تماما، بس اتصلحت. ساعات البيشنت بيبقى قمه طموحه ان الشكل يتحسن 50%. الاجهزه تقدر تعمل اكتر من كده. تمام. بس الالتزام والاكل والرياضه مهمين جدا، الاجهزه لوحدها ما تكفيش. طب انا كنت بشوف مثلا ان في ستريتش مارك لونها ابيض او لونها احمر. بالظبط كده. الابيض تقريبا اصعب. اصعب ومش بيتعالج 100% لانه اتاخر. اتاخر. لكن طول ما هي كانت لونها احمر وكان ممكن ان احنا نلحقها مثلا او انها تتعالج. اللي هي روبرا. مظبوط. طيب بصي يا دكتور، بعد مثلا ما البيشنت جات لك بعد موضوع السليلايت وعالجناها وكل حاجه، في مثلا بروجرام معين انت بتمشيها عليه عشان تحافظ على الموضوع ده، ولا هي تبقى اللايف ستايل بتاعها خلاص ما بقاش فيه سليلايت يعني هو بيرجع تاني، ولا بنقدر نحافظ عليه بحاجه تانيه؟ نظام الاكل يا ميرال ما ينفعش يبقى فيه حرمان. انت بتغيري فكر البيشنت. مش بتمشيه على مدرسه معينه يتبعها الى ما لا نهايه. هو لازم يتعلم الصح. يعني المفروض ان البيشنت اللي بيروح للنيوتريشنست لدكتور اخصائي تغذيه او حد بيساعده عامه في موضوع الاكل، يخرج متعلم المعلومات كلها كانه هو كان الدكتور، ويمشي حياته بالسيستم الجديد. لايف ستايل مختلف تماما، مش ورقه هنكتب فيها اليوم الاول الثاني الثالث. طب وتنصحي برضه بالرياضه وكده ولا لا؟ لازم. ومش لازم كل يوم، ان شاء الله حتى يعني مرتين في الاسبوع او يعني مش فارقه كتير، بس لازم نلتزم بالرياضه والاكل
طب الصورة اللي معانا دي يا دكتور كانوا برضو بيقولوا ان في حاجات كتيرة ظهرت ان المساج بيعالج السليت، ايه رأيك في الموضوع ده؟ بصي هو تقريبا علاج بالطريقة الصينية ده. هو طبعا كويس بس يعني على المدى البعيد، يعني انا افضل لو في شكل السليولايت زي اللي شفناه في الصورة يتعالج الاول بالاجهزة لانه صعب او التكنولوجيز الجديدة ويحصل ميرجينج على فكرة، يعني مش شرط نعمل هايفو بس او نعمل ار اف بس، احنا ممكن نعمل هايفو وار اف، ممكن نعمل هايفو وسونيكيشن وبعدين فور مينتنس انك تحافظي تعملي المساج بتاعك، تعملي اللايف ستايل بقى بس لجسمك، يزود الدورة الدموية بالزبط. صح كده بتقولوها كده صح. طيب ايه رايك في الجيم في موضوع مثلا السلايت او الاسترتش مارك؟ كنت شايفة ان بقى في بنات كتير في الجيم يعني تقول لي ايه انا كان عندي بطن صغيره، انا جايه الجيم عشان مش عارفه في حتت في رجلي مش عارفه انزلها، كل جسمي بينزل ما عدا الحتت الصغيره دي، يعني بشوفهم صغيرين واجسامهم قليله بس بيبقى عندهم مشاكل، فانت بتنصحي بموضوع الجيم مع موضوع الجلسات؟ بصي هو الاول نميز الاسترتش ماركس عن السليولايت. السليولايت دي مشكله ممكن نحلها بالرياضه، بس نوع معين من الرياضه اللي هو الاسترتشنج اكسرسايزز دي ممكن نطلعها اونلاين. الستريتش ماركس دي بتيجي نتيجة ان احنا بنخس ونتخن كتير او في مرحلة المراهقة نتيجة النمو بنطول مثلا، لكن او حمل طبعا ده اول سبب. ودايما برضو قلة شرب المية وقلة الترطيب. الستريتش ماركس ملهاش علاقة بالجام قوي، مش هتفيد، لكن السليولايت ممكن. اماكن بقى السمنة الموضعية سبيشالي البطن، لازم تمارين بطن. معلش يا دكتور ينفع نكمل بعد ما نطلع فاصل؟ طبعا اتفضل. هنطلع فاصل صغير جدا وانا عارفه ان الكلام مشوق جدا مع دكتور هبه، ونرجع لكم تاني نكمل موضوع الستريتش مارك والدهون الموضعيه. اتفضل. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف معانا صور دكتور برضو هبه هتعلق عليها ونشوف كل مشكله البنات بتواجهها وايه حلولها. ايه بقى يا دكتور ده المشكله دي؟ بصي هو طبعا البيفور اللي تحت والافتر هو اللي فوق. البيشنت دي كانت عملت يعني فوق ده الافتر يس واللي تحت ده البيفور بتاعنا. خلاص البيشنت دي طبعا ما بتلعبش رياضه، ما بتشربش ميه كويس، في اماكن سمنه موضوعيه واماكن ترهلات. تمام. فعملنا هايفو اوكي عشان نشد الجلد، وفاكره الراديو فريكوانسي اللي اتكلمنا عنه انه بيدي حراره للجسم ده؟ التكنولوجي بتاعته دلوقتي بقت مطوره. انت كنت بتقولي انا شفته هو فيه هيدز مالتي بولر، لا دلوقتي بقى فيه رولرز. الرولرز دي بتمشي تعيد توزيع الدهون الفاتس تاني بالظبط، فيبقى المكان متساوي مش متعرج زي كده. زي مثلا زمان بقى تقنيه المساج بقى، فاهمه؟ طيب وده بقى بيبقى بعديها بكام جلسه؟ دي 1 سيشن بعد 3 اسابيع. طيب نشوف صوره تانية معانا، ده الباك صح؟ يس بالظبط كده. فين بيفور وفين افتر؟ تحت تقريبا افتر، تحت تقريبا افتر. بصي انا الصوره دي بحب اوري فيها البيشنت انه احنا مش شرط تخلص من اول مره، لكن نقدر من اول زياره نشوف فرق. البيشنت دي عملت تجميد دهون جلسه واحده بس، طبعا غطينا الاربع اماكن اللي فيهم دهون، وعملت هايفو مره واحده. وصورة دي برضو تقريبا بعد اعتقد 10 ايام. لا حلو قوي بجد. طب في صوره كمان يا جماعه معانا، دي بس فكرة مشكله ثانيه برضو، فكره مختلفه تماما. هي عملت حاجه، عملت عمليه تقريبا عشان العلامات باينه. تمام. وبعدين شكل الجلد ما هي طبعا كان فيه فاتس كتير، فشكل الجلد ما عجبهاش بعد الجراحه، فقدرنا نستعين بالهايفو علشان نظبط الشكل. هو ده اللي كنت بقوله لك على الميرجنج تكنيكس. انت ممكن تختاري كذا حل تجميلي مش حل واحد، بس على حسب المشكله اللي عندك وعلى حسب بقى سنها واصلا الهيستوري بتاعها كانت ايه بقى، ده حقيقي. والده بعد الولاده ولا مشكله عمليه ولا مشكله جيم؟ صح كده صح كده. طب يا دكتور احنا معانا ميني دراما عايزين نطلع نشوفها ونرجع نعلق عليها. يلا بينا نرجع للميني دراما ونرجع تاني للدكتور هبه. الو ايوه يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله يا دكتور، كله كويس الحمد لله زي الفل. يا دكتوره ماشيين على تعليمات حضرتك بحذافيرها؟ طبعا يا دكتوره، البيتزا عمرها ما دخلت بيتنا من ساعه ما حضرتك قلتيلي. بيتزا دي من ممنوعات. باكل ايه؟ سناكس؟ سناكس يا دكتوره؟ لا طبعا دي اعشاب. كوبايه الجوافه ما بتفرقناش زي ما حضرتك قلتي، انا النص وهو النص. طب خدها خدها. طب اتفضلي معاكي اهو، اتفضلي يا دكتوره. الو
ايوه يا دكتور. ايوه دكتوره. ازاي حضرتك عامل ايه؟ تعليمات حضرتك بحذافيرها. زي ما حضرتك قلت لي حرمان من كل حاجه. طب 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 معلش معلش عندي حاله طارئه بس. طب اشوف حضرتك على خير يا دكتور. مع السلامه. الجوافه على النار. الجوافه على النار. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه. وبعد ما اتفرجنا على المشهد اللي معانا دكتور هبة اكيد ليها تعليقات عليه. ايه رايك يا دكتور في المشهد؟ 70% من البيشنتس اللي طبعا منتشرين بتدي نفس الكومنت ده، انا ما باكلش خالص وما بخسش. احنا حبينا مخصوص ان احنا نعملها عشان نصور للمشاهدين ان مش بيبقى السبب بس في النظام الدايت او التكنيكس اللي هي عملتها، لا بيبقى في مشكله برضو عليهم. ده حقيقي. فجزء من نجاح الخطه بيبقى متوقف عليهم. ده حقيقي. تنصحيهم بايه يعني؟ بقى لما تسألي سؤال بعد ما تسمعي الجملة دي، أنا ما باكلش وما بخسش، تلاقي فيه على الأقل يوميا مثلا 500 أو 800 سعرة حرارية زيادة. هو متخيل إن الكميات الصغيرة دي ما بتفرقش، بس طبعا بتبقى كارثة. الدايت السليم اللي يخلي البيشنت يمشي عليه من غير ما يحس بتغيير. يعني مثلا أنا لو خليت البيشنت يأكل كميات صغيرة وهو متعود على كميات كبيرة هيتضايق، هيجوع. طيب ما نخليه ناكل كميات كبيرة بس أنواع معينة كده ما يتضايقش. والعكس صحيح. اللي متعود إن هو بطنه حجمها صغير وبيحب يأكل كميات قليلة ما يأكلش كتير على مدار اليوم فيبقى متضايق. أنت كل بيشنت مش بتديله ورقة ثابتة، أنت بتسمعي هو عايز يأكل إيه وإحنا يعني طبعا نمشي دكتور على النيوتريشن بتمشي على حسب النظام بتاعه والإمبادي بتاعه، صحي كده؟ طبعا طبعا. ونسبة الدهون بتاعته بتبقى مختلفة ومعدل الحرق. بس هما ليش بيعترفوا؟ يعني هما مثلا بيجوا يقولوا لك لا انا ماشي على كل حاجه، ما انا بقول لك ما خسيتش ليه؟ ترجعي تسالي بقى وتكتبي النقط. هما بيحبوا يشيلون الذنب صح؟ ده حقيقي. تنصحيهم بايه يا دكتور؟ يعني اللي عايز مثلا ان هو مثلا يعالج مشكله، ان كان مثلا يحكيها للدكتور، يحكيها يعتبره صاحبه. بالظبط. انا عكيت النهارده، انا عكيت كذا، هيبعت له كده هيرد عليه يقول له بكره اعمل مثلا بلان مختلف عن اللي احنا كاتبينه. بالعكس هو لو قال لك او صارحك انت ممكن تلحقيه قبل ما يبوظ الدنيا خالص. بالظبط. هما بقى بيحسوا لا هو لو قال هو كده خلاص، يعني ما ينفعش انك تنصحيه او الدنيا تبوظ عنده. بالظبط. او بيستسلم يقول لك انا مش قادر امشي على نظام، انا ما بحبش الدايت. لا، اختاري الدايت اللي تحبه. الدايت اللي تحبه. اللي تحبه. وده بيبقى مع دكتور النيوتريشن. طبعا. يعني ممكن لو النظام مش عاجبه ممكن يقول لها يا دكتور غيرهولي. مظبوط. في ناس بتروح لدكتور النيوتريشن وتقول خلاص تاخد مثلا الورقه بتاعتها وتتكسف تقول لها انا ما باكلش مثلا بيض، انا ما باكلش مثلا البان. يبقى كده الاسبوع ده بايظ، مش هنجيب لك تاني. في ناس فعلا بتتكسف يعني ما بتعتمدش على السعرات اللي هي معاها، تقول خلاص انا هاكل كده كده ايه سعرات قليله. لا مش صح. فتلخبط في الدنيا. تنصحي ايه بقى الجمهور يا دكتور؟ عامة نحاول نحل المشاكل وهي صغيرة، لأنه ساعات الدكتور نفسه ما بيقدرش يساعد البيشنت لأن المشكلة تفاقمت، زي جريدز السليوليت، زي ترهلات زيادة، زي وزن زيادة. بجد يا دكتور بشكرك جدا على المعلومات بتاعت النهاردة وتعليقك على التقرير اللي كان معانا والميني دراما، وأكيد هنكون حابين انك تظهري معانا في البرنامج بتاعنا تاني في حلقات تانية. ميرسي يا دكتور. أظن النهاردة احنا شفنا مع بعض تقرير ومشاكل معظم البنات بتشتكي منها. المرة الجاية أشوفكم في برنامج بيوتي سيكريت.